السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندسين؟ ازيك يا باشمهندسات؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض جزء جديد في الـ Applications on Specific Energy الـ Change in Bed Height. هناخد نوع الـ Change in Bed Height. خدنا سوا المرة اللي فاتت الجزء بتاع Specific Energy لما اتكلمنا ان هي Energy per unit weight of water at any section of a channel measured with respect to the channel bottom. ده كان تعريف الـ Specific Energy. واتكلمنا عن الكيرف المهم اللي قدامنا ده اللي هو العلاقة ما بين الـ Y اللي هي الـ Depth وما بين الـ E اللي هي الـ Specific Energy. وقلنا ان العلاقة ما بينهم بتمثل الخط البلو اللي قدامنا, والخط دوت بيكون ليه Minimum Point عند الـ Specific Energy Minimum, وبيكون الخط الفاصل دوت مديني قيمة الـ Critical Case أو الحد بتاع الـ Critical, وفوق الخط كان الـ Subcritical, وتحت الخط الـ Super Critical. وقلنا وقتها ان المعادلة بتاعتنا الحاكمة هي ان الـ E بتساوي الـ Y زائد الـ V square over 2G, او الـ E بتساوي الـ Q square over 2G A square. ده اخدناه المرة اللي فاتت. طيب تعالوا نشوف النهاردة بقى موضوعنا ايه. The specific energy is useful in understanding the flow characteristics at flow transitions, the constructions and expansions and steps and sluice gates. في تغير للخواص بيحصل في الترانزيشن للفلو, فهي السبيسيفيك انرجي بتساعدني في فهم تغير الخواص. The concepts of specific energy and critical energy are useful in the analysis of transition problems. لازم ابقى فاهم كويس قوي القانون بتاع السبيسيفيك معناه ايه, تفاصيله ايه. الكريتيكال انرجي, كريتيكال سبيسيفيك انرجي, او الكريتيكال كيس بتاعت الفلو. Transitions in rectangular channels are presented in our lecture today, where principles are equally applicable to channels of any shape and other types of transitions. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الـ applications on specific energy. اول حاجة عندي change in bed height دوت, لإما يكون effect of rise in bed اللي هي الهم, بيبقى عندي البيد بتاع الشانل ماشي smoothly وبعدين يحصل rise او يحصل ارتفاع في القاع بتاع الشانل في اللونجيتيودنال دايركشن. النوع الثاني effect of depression some, ان انا بيحصل عندي تغير في القاع بالdecrease بيقل, القاع بتاعي منسوبه بيقل, بيحصل depression في القاع. الابليكيشن الثالث change in bed width, المره دي بتكلم عن العرض اللي هو اول حاجه يحصل contraction او ان يحصل enlargement, ان اما القطاع بتاعي يصغر عرضه او القطاع بتاعي العرض بتاعه هيزيد. التو ابليكيشنز دول هيكون ليهم محاضره منفصله في الفيديو اللي بعد ده على طول. احنا النهارده هنشتغل في المحاضره دي عن التغير في الهايت بتاع البيد, ارتفاع البيد اوف شانل سواء بالارتفاع او بالنقص. طيب تعالوا نشوف مع بعض شكل الشانل بتاعتنا اللونجيتيودنال سلوب. ادي الميه ماشيه في الاتجاه من هنا, لو احنا خلاص اتفقنا ان في دايركشن اوف فلو, الميه جايه من الاتجاه دوت وماشيه على القاع بتاع الشانل. حصل هم او رايز في القاع او حصل ديبريشن وات ايفر, بس شويه بارامترز هنا انا هعرفها لكم وبعد كده نمسك كل كيس على حده. فانا خلاص الارتفاع ده او النقص هيكون مقداره زد. زد هو الاماونت اوف رايز اور اماونت اوف ديبريشن. ايه اللي بيحصل بقى في الخواص بتاعه الفلو؟ دلوقتي شكل الميه ادي وش الميه, السطح بتاعي شكله كده, وهنعرف كمان شويه هل هو فعلا بيبقى بالشكل ده ولا بيتغير. التوتال انرجي لاين اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو مجموع الواي زائد الفي سكوير اوفر 2 جي اللي هو متقاس من الباتم بتاع الشانل, وبيديني قيمه الاي اللي هي السبيسيفيك انرجي. طيب اي بتساوي واي 1 زائد بي 1 سكوير على 2 جي, ده بالنسبه لقبل التغير. طب انت شايف هنا بعد التغير ايه اللي حصل؟ اي 2 قلت ولا زادت؟ لو حصل رايز مثلا اي 2 قلت, فالواي 2 زائد البي 2 سكوير اوفر 2 جي قيمتهم اقل من الاي 1 بمقدار الزد. القانون اللي احنا عارفينه دايما اي بتساوي واي زائد بي سكوير على 2 جي. في الرسمه دي في الحاله دي لما يكون عندي رايز فالاي 1 equals الاي 2 بلس الزد. المعادله دي مهمه قوي 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 تبقى فاهمها, هي تبقى حسب الكيس اللي انت شغال عليها. الخط بتاع الميه ممكن يعني ادي لو قلنا ده السيرفيس في الابستريم الجزء اللي هو في اول سريان
قبل التغير بسميه الابستريم. ممكن شكل المياه كان ماشي في اتجاه ارتفاع واي 1، في الداون ستريم ممكن ياخد الشكل ده وممكن ياخد الشكل ده، ايهما على حسب نوع الفلو وعلى حسب حاجات كتير هنشوفها دلوقتي. طيب ادي الشكل اللي احنا لسه شارحينه، ليه بعض الخواص المهمه. ان كيو اللي داخله من البدايه هي كونستنت، كيو از كونستنت مش متغيره، كميه التصرف اللي داخل لازم اكون مثبته. التوتال انرجي لاين بتاعي لازم يكون افقي ما فيهوش اي لاسز او اي فريكشن مأثره على الفلو. الكيو سمول از كونستنت، مين الكيو سمول؟ فاكرين لما قلنا ان هي عباره عن الديسشارج مقسومه على الويدث اوف شانل على البي. لو البي بتاعتي ثابته والكيو بتاعتي ثابته، يعني عرض القطاع هنا بتاع الشانل هو هو نفس العرض هنا، اللي اتغير بس هو ارتفاع البيد. طالما ان البي ثابته والكيو ثابته، اذا الكيو سمول از كونستنت اولسو. كيو سمول دي اللي هي متر كيوب بير سكند بير متر ران. والاي از فاريبل، قيمه الاي سبيسيفيك انرجي هي اللي هتكون متغيره. يبقى ده خواص ثابته بالنسبه لي وانا بدرس شكل الفلو في الشانل. وبالتالي E1 equals E2 plus Z. ادي من الرسمة قدامك اهو، E1 equals E2 زائد Z اللي تحتيها، ولو هنعوض يبقى ال Y1 زائد V1 square over 2G هيساوي Y2 زائد V2 square over 2G زائد Z، محدش ينساها. ده for any cross sectional area. طيب لو كان مستطيل، خلاص احنا عرفنا المستطيل، يبقى انا هقول E هتساوي نفس القانون Y زائد V square على 2G، بس الفي ديت ممكن استعيض عنها بالكيو سمول، يبقى الواي بلس كيو سكوير سمول اوفر 2G واي سكوير. تمام، تعالوا نشوف تأثير التغير بتاع البيد، الارتفاع اللي بيحصل في البيد على شكل الفلو، بس بشرط ان الحالة بتاعتي سب كريتيكال فلو. يعني هدرس التشينج ان بيد هايت لو حصل رايز في حالة السب كريتيكال فلو. طيب الشكل ده احنا لسه شارحينه، ان انا عندي الووتر سيرفيس بتاعي ووتر ليفل اهو، الخط اللي انا مشيت عليه دلوقتي، البيد بتاع الشانل حصل له هايت ارتفاع بمقدار دلتا زد. اي في الاول كانت ليها قيمه اي 1 اللي هي واي 1 زائد في سكوير على 2 جي، وبعدين قلت بمقدار الدلتا زد، فبالتالي المعادله الحاكمه في الحاله دي اي 1 ايكوالز اي 2 بلس دلتا زد، والتوتال انرجي لاين زي ما اتفقنا ثابت مفيش لوسز، والديسشارج ثابته. فاكرين الفيجر الجميل ده اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت؟ قلنا ان انا علاقه ما بين الواي وما بين الاي، ما بين الدبس وما بين السبيسيفيك انرجي، وان الخط اللي مرسوم قدامي الكيرف ده، الكيرف ده بيمثل ديسشارج معينه ثابته كيو كونستنت، وكل ما بنتحرك لبره لو رسمنا كيرفات لبره فالكيو كمان بتزيد، بس انا عندي هنا الكيس الكيو بتاعتي كونستنت. وقلنا ان النقطه دي اللي هي الهيد اوف ذا كيرف عندي فيها المينيموم سبيسيفيك انرجي وعندي فيها الواي الكريتيكال. تمام تمام. طيب تعالوا نشوف هنحسب الارقام او القوانين بتاعتنا ازاي. انا دلوقتي اتفقنا ان احنا شغالين ايه، سب كريتيكال فلو. سب كريتيكال فلو يبقى انا شغاله في الجزء الاعلى من الخط بتاعي. خدتوا بالكم من الخط اللي ظهر ده؟ الووتر سيرفيس او الووتر ليفل في الاب ستريم، خلي بالك كويس قوي، ده اسمه اب ستريم وده اسمه الداون ستريم. اب ستريم يعني اول ما الفلو بيتحرك، وداون ستريم في الاخر. تمام، الخط دوت انا همد الووتر ليفل في الاب ستريم على امتداده عشان يجيب قيمه الواي 1، واحنا اتفقنا انا سب كريتيكال، فانا مديت الخط ده لحد ما قابلني عند واي 1، اداني قيمه الدبس اللي في الحاله السب كريتيكال، اداني على الكيرف بتاعي نقطه تقاطع، النقطه دي علشان اجيب منها قيمه ايه؟ قيمه السبيسيفيك انرجي E1 المقابلة لل Y1 اللي هو الدبس الأولاني في الأبستريم before the change of the bed height. تمام؟ طيب دلوقتي أنا قلت إن الـ E2 قلت عن الـ E1، قلت بمقدار الدلتا زد، تقدر تعرف قيمتها كام؟ أها عرفنا، لو أنا عارف الارتفاع ده قيمته كام هقدر أقول الـ E2 أصبحت بتساوي كام؟ فالدلتا زد نقصناها من الـ E1 إداني قيمة الـ E2. تمام؟ عايز اعرف شكل الميه في الداون ستريم، الووتر ليفل ده هيبقى فوق ولا هيبقى تحت؟ فبالتالي هاجي هنا عند قيمه الاي 2 اللي انا حسبتها من طرح الدلتا زد من الاي 1
وهطلع بخط رأسي يقابل الكيرف اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو خاص بديستشارج معينة، ويديني قيمة للواي 2 اللي قدامنا. عرفنا ليه المية كانت عالية في واي 1 وقلت في واي 2 من الكيرف ده. انا عايزاك تمشي بنفس السيكونس ده في كل الكيسز، تعرف الاول هو ساب ولا سوبر كريتيكال، تشوف الواي 1 مكانها فين، هتطلع على امتدادها يقابل الكيرف بتاع الديسشارج الخاص بيه، اداني قيمه معينه للسبيسيفيك انرجي، طرحنا منها قيمه الزد، اداني القيمه الثانيه الاي 2 للسبيسيفيك انرجي. طالما طرحنا يبقى الاي 2 قلت، يبقى مشينا في اتجاه الشمال دوت مش الناحيه الثانيه، عشان ما حدش يجي يقول لي اصل اي 2 هتتحط الناحيه دي. نو ما ينفعش، اي 2 هتتحط من هنا لانها قيمتها اقل من اي 1. جبنا لها قيم، طلعنا بيها خط راسي قابل الكيرف بتاع الديسشارج، وجبنا قيمه الواي 2. ليه طلعنا قابلنا فوق؟ ما انا قابلت الكيرف تحت برده، عشان انا شغاله في الايه؟ في السب كريتيكال فلو. عرفنا كده شكل الووتر سيرفيس بروفايل لو كان عندي رايز ان ذا بيد ويز سب كريتيكال فلو، يبقى شكله ازاي؟ عالي وبينزل. تمام. طيب لو في حاله السوبر كريتيكال بقى، المره دي شكل الووتر سيرفيس شايفين بقى عامل ازاي؟ ما احنا اتفقنا ان السوبر كريتيكال الواي بتاعته اقل من الواي سي، صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا دلوقتي هشتغل على ايه؟ هشتغل على السوبر كريتيكال فلو بالنسبه للتغير في البيد هايت رايز ان ذا بيد. دي الكيس اللي احنا شغالين عليها. الميه كانت ارتفاعها واي 3 في الاب ستريم، افتكر معايا كويس ان الجزء ده هو الاب ستريم، مدياني قيمه اي 1، حصل رايز في البيد بمقدار دلتا زد، اصبحت الاي 2 اصغر من الاي 1. هنمشي بنفس السيكونس، ادي الووتر سيرفيس بروفايل جاب لي قيمه الواي 3 على الكيرف اللي احنا اتفقنا نشتغل عليه. طيب هتساوي هتجيب لي قيمه سبيسيفيك انرجي بتساوي كام؟ همدها على استقامتها لما تقابل الكيرف، الكيرف دوت اللي عنده الديسشارج ثابته، كيو بتاعته كابيتال او سمول ثابته، فجبت منها قيمه الاي 1، هطرح من الاي 1 قيمه الدلتا زد، هشوف يطلع لي منها قيمه الاي 2. طيب جبنا سبيسيفيك انرجي 2، عايزين نشتغل في السوبر كريتيكال، نعرف شكل الووتر ليفل في السوبر كريتيكال لو حصل رايز في البيد. فبالتالي همش هطلع بقيمه قدام الاي 2 راسيه تقابل كيرف الكيو، وتقابل معاها قيمه الدبس اللي هي الواي 4، قيمه الفلو بتكون بالشكل ده، والواي 4 بتكون اكبر من الواي 3. تمام؟ عشان شغاله في حاله الايه؟ السوبر كريتيكال. تمام؟ المعادله دي هي اللي تبدا بيها شغلك عشان تحدد مكان السبيسيفيك انرجي. طيب مش احنا دلوقتي بنقول ان الزد دي عماله تزيد او بتقل؟ طب افرض ان انا الزد دي الكيرف بتاعنا احنا الزد بنمشيها لاتجاه الشمال واخرنا عند النقطه دي. طب ما انا هعمل ايه دلوقتي لو قيمه الزد زادت عن النقطه اللي هنا؟ فانا لازم ابقى عارف حدود قيمه الارتفاع ده كويس قوي. انا دلوقتي عندي نفس الشانل وطلع فيها رايز، وبغض النظر بقى سب او سوبر كريتيكال دلوقتي مش 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 مشكله بالنسبه لي. الفكره ان انا الزد ديت بقت زد ماكسيمم. يعني ايه؟ يعني انا عندي قيمه اي 1 واي 2 بتساوي زد، اي 1 بتساوي الزد زائد الاي 2 وبالتالي الاي 2 اصغر. الزد ديت انا بقيسها من الاي 1 وانا رايحه شمال، يعني هي بتتقاس من هنا وانا رايحه الاتجاه ده. طب ما هي ليها ليميت، ما ينفعش اعدي النقطه دي. الدلتا زد بتاعتي اخرها عند راس الكيرف، ما اقدرش اعدي بعد راس الكيرف. فبالتالي الدلتا زد ليها قيمه ماكسيمم، القيمه الماكسيمم دي اللي هي عند راس الكيرف بتديني قيمه للسبيسيفيك انرجي اي مينيمم، وبتديني قيمه للواي بتساوي كريتيكال ديبس. يبقى لما اجي في مساله واقول لك احنا بنحلها بحيث ان عندي تشانل حصل فيها رايز في البيد، بحيث ان الدبس اللي فوق الرايز is maintained to be the critical depth. حافظت على الدبس اللي عند الرايز ان هو يكون YC critical depth. ففي الحالة دي الYC بتديني مين؟ بتديني minimum specific energy، يعني بتديني النقطة هنا.
في اوقات لما اجي اطلب منك في المساله عرفني الخواص بتاعه الفلو في حاله ان هنا critical depth، فتعرف ان الزد بتاعتك هي ايه، ماكسيمم زد ممكن يعدلها القطاع بتاعك من اي واحد وتروح لحد اي 2 اللي هي مينيمم اي. تمام، هو ده القيمه بتاعت الاي مينيمم، هتديني قيمه الواي كريتيكال في الداون ستريم. طيب افرض بقى الزد بقت اكبر من الزد ماكسيمم، ما هو وارد ان ارتفاع الهامب او ارتفاع الرايز يزيد عن الزد ماكسيمم. طب هنا في الحاله دي اقدر اقول لك يلا ناخد الزد، يعني انا عندي اي واحد اهي وعندي اي الاثنين اهي وادي الدلتا زد ما بينهم، هل ينفع اقول لك يلا نزود الزد لورا، يلا ناخد نمشي بالزد كده ونقول قيمه الاي هنا هتساوي كام؟ هو في اصلا اي؟ مفيش اي اصلا موجوده عشان تقول انا همشي للاتجاه ده. فبنعمل ايه في الحاله دي؟ بنتوقف عند الاي مينيمم، والزد اللي احنا مشيناها من الاي واحد للاي مينيمم هي بتكون جزء من الزد اللي موجوده، باخد الفرق وبمشيه الناحيه الثانيه. يعني سي الزد ماكسيمم بتساوي 5، فانا مشيت من اي واحد لاي مينيمم 5، تمام، بس الزد الجديده طلع لي 7، فانا هحط هنا من اي واحد للاي مينيمم 5 واقيس من الاي واحد للاي داش 1 2، هقيس 2 اللي هي الزد 7 ناقص زد ماكسيمم 5. يبقى في الحاله دي اي جديده بالنسبه لي هي هتتغير فين؟ مش اي واحد ده في الابستريم، الابستريم ده يعني في تغير هيحصل للووتر سيرفيس بروفايل هنا. ايه ده؟ احنا متعودين دايما ان ده اللي بيتغير بناء على هنا، تمام، بس انا دلوقتي قلت لك ان انا ما اقدرش اغير الداون ستريم ديبس عن الكريتيكال، وما اقدرش اقلل السبيسيفيك انرجي عن الاي مينيمم، فبتفضل مينتيند كونستنت في الداون ستريم، واللي بيتغير بالنسبه لي الاب ستريم. ازاي؟ انا دلوقتي عرفت خلاص ان القيمه، تعالوا نشيل الخطوط الزياده بس عشان نشوف. انا دلوقتي قلت انا عندي قيمه الواي 1 مدياني قيمه اهي باعتبار ان هو سب كريتيكال فلو، ادتني قيمه للسبيسيفيك انرجي اي 1. جيت انا اقيس قيمه الزد مقاسه من الاي 1، الزد بتاعتي كانت بتساوي 7، افترض معايا كده ان الزد ماكسيمم دي ب 5 وان الزد العاديه اللي هو عايز يقيسها دي 7، تمام، فهو دلوقتي عايز يطرح من الاي 1 الزد بتاعته، بس لقى ان المينيمو الزد ماكسيمم بتاعته 5، ما ينفعش يعدي اكتر من كده، فهيجي هيوصل للخمسه ويجي يقول لك ان دي الدلتا زد ماكسيمم، انا ما اقدرش اعديها، دي اخرها معايا الواي كريتيكال، فبالتالي هاخد الزد الزياده الجديده اللي هي 7 دي هقيسها للناحيه الثانيه مقاسه من عند الاي 1، مقاسه من عند الاي 1 هيديني قيمة هنا الاثنين تديني اي 1 داش، ادخل بيها الكيرف ادير قيمة للواي 1 داش. طب فين الواي 1 داش دي؟ احنا اتفقنا ده مش هيتغير، مين اللي هيتغير؟ الابستريم لازم يعلى، فبالتالي بيحصل حاجة اسمها هيدنج اب، هيدنج اب في الابستريم فلو نتيجة ان ارتفاع الدبس ارتفاع الهم زاد عن الزد ماكسيمم وزاد عن الكريتيكال اللي احنا شغالين عليه. تخيلتوها ازاي؟ عيد الفيديو تاني او عيد السلايد تاني لو انت مش واصله لك، بس هو كل الفكره ان انا ما اقدرش اقلل الاي هنا في الداون ستريم عن قيمه الاي مينيمم، فلازم اخد الزد الزياده في الاعتبار مقاسه من السبيسيفيك انرجي الاولى، فده بيؤثر انه على الاب ستريم ووتر ليفل بيحصل له هيدنج اب، يعني بعد ما كان الفلو ماشي في الاتجاه العادي ده، لا الفلو بيحصل له زي رده كده هيدنج اب في نتيجه الزد اللي موجود. تمام، القانون بتاعنا اي 1 هتساوي واي 1 زائد كيو سكوير على 2 جي في الاي سكوير اللي هو الحاله الاولى في الابستريم اللي هو قبل ما يحصل كل التغيرات، وبعديها هيكون لي اي 1 داش جديده هتتحسب منين؟ هيبقى الاي 1 زائد الزد ناقص الزد ماكسيمم، ما انت خلي بالك احنا هنا زودنا
الفرق بتاع الزد من الزد ماكسيمم. يبقى الاي داش ايكوالز اي 1 بلس زد ناقص زد ماكسيمم، وبالتالي الاي 1 داش هتساوي واي 1 داش الارتفاع ده الواي 1 داش اللي احنا حسبناه جديد زائد كيو سكوير على 2 جي في الاي داش سكوير. ما حصلش اي تغيير، مجرد بس ان احنا عوضنا بقيم الاي داش الجديده، وبالتالي هنا نقدر نجيب الواي 1 داش هتساوي كام. نقدر نحسبها من القانون ان الاي 1 داش تساوي اي مينيمم زائد الزد. دي هتبقى المعادله الحاكمه بالنسبه لي اللي عشان انا جبت الاي في الابستريم اصبحت اي داش وليست اي فقط. تمام، تعالوا نشوف لو حصل ديبريشن، لو حصل انخفاض في القاع بتاعنا، كان ماشي في العادي نزل الدلتا زد بتاعته وحصل ديبريشن او سامب في القاع. زي ما اتفقنا هنشتغل الاول على السب كريتيكال فلو. شكل الفلو في الاول كان عند دبس واي 1، هنعمل ايه؟ خلاص بقى احنا اتعودنا، هنيجي من واي 1 هنمد خط لحد ما يقابل الكيرف بتاعنا، الكيرف ده هو بتاع سبيسيفيك انرجي دبس كيرف، هيجي عند قيمة ال y1 احنا شغالين sub critical يعني فوق ال curve، هيديني تقاطع مع ال q اللي هي constant. ال q دي تقاطعنا معاها جبنا قيمة لل specific energy e1. عندي قيمة الزد بالناقص، تعال نشوف المعادلة اللي هنشتغل عليها هنا ايه. هنا دي e1، طب e2 بالنسبة لها ايه؟ الدلتا زد موجودة عند انهي طرف؟ موجودة عند ال e1. e1 زائد الدلتا زد هتساوي الـ e2، وخلي بالك المعادلة دي مهمة جدا 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 جدا، دي مش زي المعادلة اللي فاتت، المعادلة اللي فاتت كانت غيرها. هنا أنا ببص للرسمة e1 زائد الزد هتساوي الـ e2، تمام؟ فبالتالي بالنسبة لي الـ e1 صغيرة والـ e2 كبيرة، كل ده هيفرق مع حضرتك وأنت شغال جوه الكيرف عشان ترسم الزد في أنهي اتجاه، تمام؟ جبنا الـ e1. طيب الدلتا زد هتتقاس فين؟ ما هي الاي 2 اكبر من الاي 1، فانا هقيس الدلتا زد في الاتجاه ده اللي طالع للخارج لليمين، اداني قيمه للاي 2 اطلع بيها خط يقابل الكيرف اللي عنده الديسشارج ثابته. ليه قابلناها فوق؟ عشان شغالين سب كريتيكال كيس، ويديني قيمه للواي 2 امدها وارسم الووتر ليفل. انا لما باجي بشتغلها في المساله بنعمل ايه؟ ببقى انا شغاله الووتر سيرفيس اللي في الاب ستريم اهو، ورسمنا الكيرف الناحيه الثانيه هنا بتاع الواي 1 والواي 2، وجبت قيمه الواي 1 اهي، وبعدين جيت حسبت لقيت الواي 2 هنا، فبمدها وارجع كده وارجع ايه ارسم الوصله اللي ما بينهم. تخيلتوا الدنيا بتمشي ازاي؟ يعني في اي مساله حضرتك بترسم الخط بتاع الاب ستريم وتيجي تشوف الواي الثانيه فين وتوصل ما بينهم. طب افرض الواي الثانيه كانت تحت، فانا ببقى رسمه الاب ستريم اهو، وادي الواي الثانيه اللي انا رسمتها اللي هي جايه من الكيرف، و تتعمل الترانزيشن ما بين الاب ستريم والداون ستريم. محدش يجي يقول لي طبعا الميه هنا والميه هنا وهرسم ما بينهم كده، لا ما ينفعش، لازم تبقى ترانزيشنال اريا او ترانزيشن لاين ما بين الاب ستريم وبين الداون ستريم. تمام تمام، يبقى انا اهم حاجه هنا عندي لما يحصل ديبريشن ان الاي 1 زائد الزد ايكوالز اي 2. ما ينفعش نهمل القانون ده لان هو ده اللي هيخليني اعرف احدد الزد ازاي. لو واحد ما حطش القانون ده هيقول اه احنا بنحرك الاي الاي بتقل، فانا هروح ازاي الناحيه الثانيه بوظت الووتر سيرفيس بروفايل. واللي احنا بناخده النهارده الووتر سيرفيس بروفايل دوت لازم تبقى فاهمه كويس، لانه هيطبق في كل المحاضرات الجايه المحاضرتين الثلاثه الجايين، فلازم تفهم كويس قوي ازاي تجيب الووتر سيرفيس من الشكل ده. خلصنا السب كريتيكال كيس، تعالوا نشوف السوبر كريتيكال كيس في حاله الديبريشن. نفس الكلام الـ E1 زائد الدلتا زد هتساوي الـ E2، E1 زائد دلتا زد يساوي E2، بالتالي E2 أكبر من الـ E1. طيب إحنا شغالين إيه؟ شغالين سوبر كريتيكال فلو. تعالوا نشوف الـ water level عندي في الـ upstream كانت القيمة بتاعته Y3، جبت هنا مديته على استقامته قابلت الـ Y3، اشتغلنا فين؟ في السوبر كريتيكال فلو، جبنا قيمة الـ E1 المقابلة ليها. طيب تمام، الـ E1 دي E2 بالنسبة لها أكبر ولا أصغر؟ أكبر، لأن أنا زودت قيمة الدلتا زد. هنقيس الدلتا زد ونجيب قيمة الـ E2. قيمة الـ E2 هنجيب لها في الكيرف في الجزء السوبر كريتيكال في نفس الكيرف لأن الـ Q لم تتغير، هنجيب لها قيمة للـ A للـ depth اللي هي Y4. Y4 ها
هنرسمها. يبقى لو انت مثلا شغال يبقى انا عندي ادي الابستريم واي، وبعدين جينا من هنا قلنا الواي الثانيه تحتيها وهنرسم الترانزيشن ما بينهم. تخيلنا دلوقتي ازاي ووتر سيرفيس بروفايل بيترسم. بعرف الدبس الاولاني برسمه على الكيرف في الجزء الخاص بيه، وبعدين اجيب قيمه الاي اطرح منها او ازود عليها الزد اوصل للاي 2، ونطلع للكيرف في الجزء بتاع نوع الفلو ونجيب قيمه الواي 4. تمام تمام. طيب يبقى انا لو جالي مساله هيديني مثلا ريكتانجولار شانل، هيديني العرض والدبس والديسشارج والزد، وهيقول لك عايز مثلا الدبس اوفر ذا هامب، عايز الواي اللي فوق الهامب هتساوي كام. ففي الحاله دي احنا اتفقنا ان انا الدبس ده بيعتمد على سب او سوبر كريتيكال، يبقى انا لازم الاول اعرف ايه، اعرف نوع الفلو. ففي الابستريم هجيب انا عندي دلوقتي البي والواي والديسشارج، اقدر اجيب منها الفيلوسيتي، واقدر منها احسب فرويد نمبر اللي هو الفي على جذر جي واي عشان ده ريكتانجل بدل ما هو جذر جي دي. لو طلعت لي اصغر من واحد يبقى انا هشتغل في الزون السب كريتيكال من فوق، لو طلعت لي اكبر من واحد يبقى انا هشتغل في السوبر كريتيكال زون من تحت عشان اقدر اجيب الواي 2 اللي موجوده فين؟ موجوده فوق الهم. طيب الكيو سمول بتساوي ايه؟ ما احنا قلنا ده مستطيل، فاحسب له كيو سمول بتساوي الكيو كابيتال على البي، عندي الكيو عندي البي. تمام جدا، وادي شكل الفلو اهو، هو عايز الواي 2. طالما رايز يبقى الاي 1 بتساوي الاي 2 زائد الزد، والاي 1 لوحدها بتساوي كام؟ بتساوي واي 1 زائد كيو سكوير على 2 جي في الواي سكوير. طب الداون ستريم معادلته هتبقى ايه؟ اي 1 ايكوالز اي 2 بلس زد، وانا عارفه الاي 1 اقدر احسبها من الارقام اللي قدامي، يبقى انا وعندي الزد كمان مديهاني، يبقى انا اقدر في الحاله دي احسب الاي 2 ولا ما اقدرش؟ ولو حسبت الاي 2 اقدر اعوض في المعادله دي على طول واجيب قيمه مين؟ الواي 2. اي 2 هبقى عارفاها والكيو عارفاها، واي 2 مش عارفاها، هي هتتحل ونجيب قيمه الواي 2. فده سيكونس مبدئي كده لايه؟ اللي بيطلب في المسائل. طيب ممكن يجيبها لي بشكل تاني، يقول لي احسب الدلتا زد ماكسيموم، يعني مديني بي والواي والكيو بس عايز مني الزد ماكسيموم. ايه هي الزد ماكسيموم اللي احنا اتفقنا ان هي بتديني مين؟ تديني المينيمم سبيسيفيك انرجي، والدبس فوق الهامب بيكون واي كريتيكال. تمام، وبالتالي لو هيتحرك زياده، فاكرين لو قلنا هيزيد الزد بتاعتي عن الزد ماكسيموم، فانا بضطر احرك الاي للناحيه الثانيه علشان ما ينفعش اقلل عن الاي مينيمم. طيب في حاله ان الزد ماكسيموم، يبقى الدبس اللي فوق الرايز هعرف على طول ان هو كريتيكال، والكريتيكال بيساوي واي كريتيكال بتساوي الجذر التكعيبي للكيو سمول على الجي، والاي مينيموم عارفاها اللي هي 1.5 واي كريتيكال، ما هو مستطيل. يبقى انا كده اول ما يقول لي ان انا ان الدبس او ان الهايت اوف ذا رايز از مينتيند تو بي ماكسيمم هايت، فبالتالي اعرف ان انا في الحاله دي عندي في الاب داون ستريم عندي كريتيكال دبس وعندي مينيموم سبيسيفيك انرجي. والقانون بتاعي هيكون ايه؟ ان الاي 1 هتساوي الاي مينيموم زائد الزد ماكسيموم. اقول اي 1 عارفاها اللي هي هحسبها من البي والواي والكيو في الاول، والاي مينيموم لسه حاسباها، يبقى اقدر اجيب قيمه الزد ماكسيموم. لو حصل والزد زادت عن الزد ماكسيموم زي ما احنا شرحنا، هيقول لك انا عايز منك الدبس في الابستريم اللي هيحصل له الهيدنج اب. هيتجاب ازاي؟ نفس المعادلة اللي حطيناها من شوية، ان الاي واحد داش في الابستريم هيساوي الاي مينيموم عشان ما ينفعش اقلل عنها زائد الزد. الزد دي اللي هي مين؟ اللي هي الزد الماكسيموم مضاف اليها شوية ارتفاع زيادة. يبقى اي واحد هتساوي الواي واحد زائد الكيو سكوير على 2 جي واي واحد سكوير، وتتحل نجيب منها قيمة الواي اللي هي في الابستريم اللي حصل لها الهيدنج اب. تمام؟ كده احنا خلصنا شرح النظري، تعالوا نشوف مسائل مع بعض. اول مثال معانا بيقول A rectangular channel of bottom width 1.2 meter at depth 0.6 meter. اداني ال B واداني ال Y، ادي ال B وادي ال Y، وقال لي ان هو rectangle. If the bed is raised by 0.12 meter، البيت بتاعنا كان ماشي اهو على depth 0.6، حصل له ارتفاع 0.12 متر، يبقى الزد بتاعتي بتساوي كام؟ 0.12 12 سم.
and the flow rate was 0.75 meter cube per second. اداني الديسشارج. اول طلب عايز the flow depth over the hump، عايز ال y2 هنا بتساوي كام، والطلب الثاني عايز find the bed rise just to make the flow critical. هو الزد دي ممكن تعلى لكام عشان تخلي ال y2 هنا critical case؟ تمام، تعالوا نشوف سوا. نبدأ أول طلب find the flow depth over the hump. القانون اللي عندي حطه أول ما تشوف المسألة. عندي رايز، الرايز معناها إن الإي واحد كبيرة والإي اتنين الصغيرة بمقدار نزود عليها زد تديني الإي واحد، فالمعادلة بتاعتي إي واحد هتساوي الإي اتنين زائد الدلتا زد. تعال نعوض بالكريم، واي واحد زائد كيو واحد سكوير أوفر 2 جي إي سكوير زائد بيساوي واي اتنين زائد كيو سكوير على 2 جي إي اتنين زائد الدلتا زد. تمام، وانا الزد عندي والديسشارج موجوده والاريا عارفاها للجزء الاولاني بس مش عارفاها للجزء الثاني. تعال نعوض بالواي واحد اهي 0.6، الكيو بتاعتي 0.75 سكوير على 2 في 9.8 اللي هي الجي عشان شغال وحداتي العاديه الاس اي يونت، والاريا اللي هي 1.2 في 0.6 كلهم متربعين. عايز تحسب الاريا بره الاول يا ريت بلاش تحطها جوه هنا وتلخبط نفسك. هيساوي ال y2 اللي انا مش عارفاها، هو احنا مش عارفينها، زائد q سكوير على 2 g في الاريا. اريا انهي؟ اريا بتاعت ال b مضروبه في ال y2 اللي انا مش عارفاها زائد ال z اللي موجوده. يطلع معايا المعادله بالشكل دوت، احسب منها ال y بتساوي 0.425. دي قيمه ايه؟ قيمه ال y اللي في الداون ستريم. طيب تعالوا نشوف المطلوب الثاني، find the bed rise just to make the flow critical. عايز يخلي الديسشارج هنا الفلو هنا نو كريتيكال. كريتيكال معناها ان الزد هي الماكسيمم، الواي هتبقى واي سي، والال اي هتبقى الاي مينيمم. ايه القانون اللي يحكم شغلي هنا؟ اي واحد قبل هتساوي اي 2 زائد الزد، ما هي اي 2 هتبقى ايه؟ هتبقى المينيمم عشان شغاله عند الزد ماكسيمم. تمام، طيب الاي واحد عباره عن واي واحد زائد بي واحد سكوير على 2 جي، والاي مينيمم اللي هي الواي سي زائد بي سي سكوير على 2 جي زائد زد، او الاي مينيمم بتساوي 1.5 في الواي كريتيكال لان انا شغاله في الكريتيكال كيس. طيب الواي كريتيكال ليها قانون نقدر نحسبه؟ ايوه، في المستطيل واي سي ايكوالز الجذر التكعيبي للكيو سكوير على الجي. طب الكيو ديت اجيبها منين؟ من الكيو كابيتال ديفايدد بي. جبنا قيمه الكيو سمول 0.625 متر كيوب بير سكند بير متر رن، اعوض بيها في الواي كريتيكال جبنا قيمه الواي سي بال 0.341. واخد بالك ان القيمه بتاعت الواي سي دي مقارنه بالواي 2 شايف الفرق؟ الواي سي اقل من الواي 2، يبقى الحاله بتاعت الفلو تقريبا هنا شغالين السب كريتيكال. تمام، جبنا الواي سي وبعدين نقدر نعوض ونجيب الاي مينيمم بتساوي 0.6. نرجع للمعادله دي، تعالى نحسب الاي واحد لوحدها والاي مينيمم بقت عندنا، يبقى فاضل لي الدلتا زد هي اللي هجيبها. اي واحد هتساوي الواي واحد اللي هي 0.6 متر ديت، ما تلخبطش ما بين الارقام وبعضها، اي واحد 0.6 متر زائد الكيو سكوير على 2 جي في الاريا، الاريا بتاعتي اللي هي 1.2.6. جبنا قيمه الاي 1، نعوض هنا في المعادله دي، يبقى الاي 1 هتساوي المينيمم اي اللي هي 1.5 في الواي كريتيكال زائد الدلتا زد ماكسيمم. نجيب الدلتا زد في الحاله دي بتساوي 0.143 متر. تمام، يبقى لما تلاقي جمله بتقول لك just to make the flow critical، يبقى هو بيتكلم عن الداون ستريم، بيتكلم عن الاي مينيمم، بيتكلم عن الواي سي. طيب تعالوا نشوف المثال اللي بعده بيقول لي ايه. بيقول لي the critical depth is maintained at a point in a rectangular channel of 6 feet wide. يعني حافظنا على critical depth تحقيقه في مستطيل، في ترعه مستطيله 6 feet wide عرضها 6، by building a gentle hump 12 inch high. حط ارتفاع الهامب ده 12 انش علشان يحافظ على الكريتيكال كيس في الجزء اللي في الداون ستريم في الشانل عرضها 6 فيت. خلي بالك من الوحدات. When the critical depth over the hump is 26 inches، لو وصل الهامب ده ان هو يبقى 26 مش 12، what water depths are possible just upstream the hump؟ عايز يعرف قيمة
الـ possible depths اللي ممكن تحصل سواء كان subcritical أو supercritical flow في الأبستريم. خلاص إحنا هنا عرفنا إن هو ثبت مهما تغيرت الزد بعد الزد ماكسيمم. فإحنا دلوقتي الفلو is critical over the hump، وبالتالي E واحد هتساوي الـ E2 زائد الزد ماكسيمم، والـ E2 هتساوي إيه؟ هتساوي الـ E minimum. E minimum اللي هي 1.5 في الـ YC. طب الـ YC هنعرفها إزاي؟ ما هو قال لي إن الـ depth over the hump is 26 inches. الـ depth اللي اتحط في السائل أو المية اللي فوقه بتساوي 26. 26 دي عرفنا إن هي إيه؟ إن هي الـ critical depth. بالتالي أقدر أقول من حسابات الـ E minimum هتبقى 1.5 في الـ 26 جبناها 39 inches. قيمة مين؟ الـ E minimum اللي هنا والـ Y critical اللي هنا. E1 هتساوي E2 زائد الزد زي ما اتفقنا. E2 حسبناها بـ 39 والزد هو قال لي إن هي جبنا 12، يبقى الـ E1 51 inch. هو عايز إيه؟ هو عايز الـ Y المحتملة هنا اللي هي هتيجي من الـ E1 اللي إحنا جبنا لها قيمتها 51 دلوقتي. ليه في 2 Y محتملين؟ ما هو الفلو ده ممكن يكون subcritical أو supercritical، ممكن أكون واخدة في الجزء التحتاني أو الجزء اللي فوق، أنا مش عارفة أنهي قيمة. تعالى نحسب الـ E1 هتساوي Y1 زائد B1 سكوير أوفر 2G أو Q سكوير أوفر 2G A سكوير. هعوض، أنا مش عارفة دلوقتي الـ velocity ولا عارفة Q، فتعالى نجيب قيمهم. A1 V1 equals A2 V2، ما هو ده استمرارية، في هنا continuity في الـ channel flow. فالـ A1 V1 equals A2 V2، الأريا بتاعتي اللي هي B1 Y1 مضروبة في B1، B2 Y2 مضروبة في B2، وأنا عندي الـ B بتساوي الـ B لأن نفس عرض القطاع. إذا Y1 V1 it was Y critical V critical. ليه critical؟ عشان أنا 2 بالنسبة لي في الكيس هنا ثابتة عند critical state. يبقى الـ V1 هتساوي Y critical V critical divided Y1. تمام. وبعدين تعالى نشوف كده الـ V critical، ما أنا عارفة إنها بتساوي الجذر التربيعي للـ G في الـ YC عشان مستطيل. هي أصل الكون جذر G في الـ D لو في اي قطاع تاني، لكن لو المستطيل يبقى الفي كريتيكال بتساوي جذر جي في الواي سي. نقدر نعوض بالجي 9.8 والواي بتاعتي سوري الجي بتاعتي 9.8 متر بير سكند سكوير، انا حولتها هنا علشان تبقى شغاله بالوحدات اللي انا شغاله بيها، وضربتها في الواي. الواي بتاعتي اللي هي كانت كام؟ الواي سي كان مديهاني ب 26. ال 9.8 على 0.3048 في 12 دي تحويله من المتر للفيت للانش، من المتر للفيت للانش كده. الجزء ده كله ده تحويله الجي، والواي بتاعتي نازله بالانش عادي. جبنا قيمه الفيلوسيتي 100.21 انش على السكند سكوير، ومنها نقدر نعوض في الفي 1. عايزه اجيب قيمه السرعه اللي هنا، هتساوي الواي سي اللي هي طلعت لي 26 انش مضروبه في الفي سي اللي احنا حسبناها على الـ Y1 اللي أنا مش عارفاها، وأنا لسه مش عارفة قيمة الـ Y1. نرجع تاني نشوف هنعوض بالـ V1 دي في إيه؟ عندي الـ E1 بتساوي Y1 زائد V سكوير 1 سكوير 2G أو Y1 زائد V سكوير على 2G A سكوير. هنعوض في الـ هنعوض في المعادلة اللي قدامنا بالـ E1 اللي إحنا حسبناها، قيمتها الـ 51، وجبنا قيمة الـ Y1 اللي إحنا مش هنبقى عارفينها. حطناها، وبعدين ال v سكوير اللي حسبناها 2605 2.42 سكوير على ال y 1 سكوير. ما هو خلي بالك ال v 1 كانت عندي بتساوي 2605 على y، ربعناها حطناها فوق وتحت في ال 2 g. شايف رقم الاحمر ده ال 386.22 دي قيمه ال g في الانش، لما احنا المره السلايد اللي فاتت ضربناها في 12 وقسمناها على 0.3048. تمام. بالتعويض في المعادله دي وتصفيتها هنجيب ان الواي سكوير ناقص 51 واي سكوير زائد رقم دوت، نجيب من المعادله دي اجابتين، ان الواي واحد هتساوي 47.06 انش او 3.92 فيت، او لو كانت السوبر كريتيكال فلو هيبقى الواي بتاعتي 15.8. ليه قلت دي للسوبر ودي للسب؟ عشان دايما الواي بتاعت السوبر هي اصغر من واي سب. احنا ايه كان مطلوب؟ كان مطلوب اوجد الاحتمالات بتاعه الدبسس في الابستريم نتيجه حدوث الكريتيكال فلو في الداونستريم.
فمشينا بالخطوات اللي احنا شفناها، طلعنا الاحتماليتين بتوع الدبسز في الابستريم. تعالوا نشوف مع بعض المثال الاخير في المحاضره ديت. بيقول uniform flow at a depth 3.1 meter occurs in a long rectangular channel of width 6 meters. فهو اداني ال B واداني ال Y في الرسم هو مستطيل. Having an equals 0.015 and laid on a slope of 0.001. Find the following. أول حاجة عايز يعرف type of flow subcritical ولا supercritical. هنا طبعا احنا هنبقى ده بس اللي بندور عليه، مش هنقول بقى ان هو يونيفورم ولا نون يونيفورم، هو من البدايه معرفش ان هو يونيفورم. فالتايب اوف فلو هنا المقصود بيها السب كريتيكال ولا سوبر كريتيكال. The minimum height of hump which can be built in the floor of the channel to produce critical depth. عايز يخلي يعرف الزد الماكسيمم اللي توفر له critical depths في الداون ستريم بتساوي كام؟ عايز قيمه الزد لتوفير الـ E minimum والـ YC في الـ downstream. والطلب الثالث if the hump height is 0.3 meter what is the water depth above the hump؟ Y هتساوي كام لو كانت الـ Z بتساوي 0.3؟ تعالوا نشوف أول مطلوب اللي عايز مني أجيب الـ type of flow. هو اداني الـ YN الـ Y normal في 3.1 واداني العرض واداني الـ M واداني الـ S. معادلة مانينج أقدر أدخل جواها وأجيب قيمة إيه؟ قيمة الـ discharge. ان موجوده الاريا اللي هي الطول في العرض والبريمتر الطول البي زائد 2 واي، جبنا قيمه الار والاس عوضنا بيها والاريا جبنا قيمه الديسشارج. طيب نجيب منها كيو سمول ايكوالز كيو كابيتال اوفر بي. ما طالما شغالين مستطيل فانا بتعامل مع كيو سمول. كيو سمول هتساوي 8.66 متر كيو بير سكند بير متر ران. اجيب منها الفيلوسيتي بتساوي كيو سمول على الواي الفيلوستي 2.79. ليه؟ ما انا عايز الفيلوستي دي عشان احسب فلويد نمبر. فلويد نمبر V على جذر جي واي. ال V خلاص حسبناها، الجي ب 9.8 في الواي اللي هي ال 3.1 اللي هي جيفن في المسألة. جبنا فلويد نمبر 0.5 أصغر من 1، إذا the type of flow is subcritical flow. تعالوا نشوف المطلوب الثاني. المطلوب الثاني the minimum height of the hump which can be built in the floor of the channel to produce critical depth. يعني عايز يخلي downstream ده الزد فيه maximum اللي توفر لي YC و E minimum. طب ال YC اقدر احسبها ولا ما اقدرش؟ ما هي ال YC بتساوي جذر التكعيبي لل Q square over G، و Q احنا لسه حاسبينها في السلايد اللي فاتت. يبقى انا جبت ال Y critical بتساوي كام؟ 1.97. وبالتالي اقدر اقول اقدر احسب E1 ولا ما اقدرش في الحاله العاديه اللي قدامي؟ عندي ال Y1 كان مديهاني ب 3.1 وال V1 كنا جايبينها 2.79 على 2G. جبنا قيمه ال E1 واقدر اجيب قيمه ال E2 ولا ما اقدرش؟ ما هي ال E2 هي الكريتيكال 1.5 YC. جبنا قيمه ال E2. E1 ناقص ال E2 هيديني مين؟ هيديني الدلتا زد كريتيكال. E1 ناقص الE2 يبقى الزد اللي تعطي الكريتيكال كيس في الداون ستريم هي بتساوي 0.55. تمام، اي زد اكتر من دي الموضوع هيعمل لي هيدنج اب في الاب ستريم، اي زد اقل يبقى احنا شغالين في السيف سايد عادي. وهو ده اللي قاله هنا انه عايز الهامب هايت 0.3. وات از ذا ووتر ديبث اباف ذا هامب؟ احنا لسه حاسبينها 0.55 للماكسيمم، فبالتالي 0.3 دي في السيف سايد، احنا لسه ما عدناش الزد ماكسيموم. فايه اللي هيحصل؟ الدلتا زد بتاعتي بتساوي 0.3، والمعادله بتاعت الاي 2 هتبقى واي 2 زائد كيو سكوير على 2 جي واي 2 سكوير. ما تجيش تقول لي اصل هو كان مثبت الواي 2 على كريتيكال، خلاص ده كانت الجزء اللي فات. المره دي المطلوب هنا ان عايز الزد ب 0.3، فالواي بتاعتها بتساوي كام؟ تمام، تعالى نقول المعادله بتاعتنا ان الاي 2 هتساوي E1 ناقص دلتا زد، صح ولا غلط؟ E هنا دي الكبيرة و E هنا دي الصغيرة، فالـ E1 هتساوي E2 زائد دلتا زد، إذا E2 هتساوي E1 ناقص الدلتا زد. E1 حسبناها من شوية 3.5 والدلتا زد 0.3، عرفنا إن الـ E2 بتساوي 3.2. طب ما تيجي نعوض في المعادلة بتاعتها، هيبقى 3.2 هتساوي الـ Y2 اللي أنا مش عارفاها في الـ Q سكوير اللي حاسبينها على 2 في G في الـ Y2 سكوير. نقدر نطلع منها قيمة الـ Y2 equals 2.66 meters. ديت ايه؟ قيمة الـ depth اللي في الـ downstream عند الزد اللي بتساوي 0.3.
3. أتمنى تكون المسائل مفهومة وتكون الدنيا واضحة بالنسبة لكم. أي سؤال أو استفسار ياريت تبلغوني بيه، وأشوفكم على خير المحاضرة الجاية.